بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعذب الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس يدخل خلوه ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء. ولئلا يقوم الخليفة وموقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عدمه على عدم قبوله هدية. فقال له الشيء أرسل ما بدلك واحضر معه. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح. وإذا كل تفاحة منشور دما وقيحا. فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله محشوم بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه. وكان يأتي فيكب بين يدي الشيخ كآحاد الناس وصيفه إلى أبنان. وكان رضي الله عنه مع جلالة قاضي بودسيني وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم يفنينهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر ذو الأغني الشاكر والفقير الشاكر ذو منهما والفقير الصابر الشاكر ذو من الكل. وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبني. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا وأطيعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزعوا وتجروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا ولا ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تخرج البلعماء ولا دفع البلوى فإن العماء واسلة إليك من قسمة السجل بتها أبنى والبلوى حالة بك وإن كهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء. فإن جاءتك النعماء واشتغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى واشتغل بالصبر والموافقة. وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ. واعلموا أن البنية لم تأتي المؤمن لتهلك وإنما تنخل لتختبر. وكان يقول لا يصلح لمجلد الله تعالى إلا المطهرون من رزق الزلال ولا يبدأ إلا لما قال عن الدعاوي والهوسان. ولما كان الغالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليصلحوا لمجلسه وقربه شعروا بذلك ولم يشعروا. وكان يقول إياكم من تحب أحدا أو تكرهه إلا بعد أرض أفعالي على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.